معلش معلش دوري تاني يا ست، دوري تاني لو سمحت، انا هرضيكي، دوري تاني بقى. ماشي معلش، خديني على قد عقلي ودوري تاني. ها شلنا المكتب ده، ما تقعدش عليه، فيه ايه؟ تكلم مين؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. رقم واحد صاحبي كل ما اتصل بيه بص بيرد ويقولوا ايه؟ الهاتف الذي طلبته خير. يهبل، ده كمبيوتر يعني لا هيسمعك ولا ينفع يرد عليك. يهبل دولا، هو الكلام ده علينا برضه يا دولا؟ دول سامعين ومنفضين يا دولا، يعني اشمعنى لما الرصيد بيخلص تلاقيهم فريره كده بيردوا ويقولوا لقد نفذ رصيدكم يا رمزي؟ يا رمزي؟ اه بيقول لك يا رمزي؟ عارفك يعني بشكلك كده بغباوتك. يا لا ده كمبيوتر يا هبل، مش هينفع اساسا ارد عليك، بطل عبط خلاص. ايه؟ معلش يا دول، اصل ما نمتش من امبارح كده، عندي حاله قلق. قلق؟ لا هي قلق ولا هي ارق، دي حاجه ما شاء الله. انا مش قايل لك يا ابدا لو ما عرفش تنام تعد من 1 ل 500 ما بتسمعش نصايحي ليه؟ يا دول اسكت، ما انا سمعت نصيحتك يا دول وقعدت اعد لغايه 120 قبل ما ادخل 121 لقيت نفسي هروح في النوم. طيب كويس. لا ما انا قمت بقى في وقت كده بقى وغسلت وشي كده وشربت كوبايه شاي عشان اكمل بقى لغايه 500 زي ما انت قايل لي. قال لا وانا عايله دول، انا هرجع في الاتفاق اللي اتفقته معاك. اه لا فعلا ده كان اتفاق رجالة فعلا. زبون زبون، مفيش شغل مفيش شغل النهارده اجازه. زبون دولا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فن. اتفضل. ده خبير يا زلمه. تمثال. ايوه حضرتك فرعوني. اللهم صل على النبي، مع حضرتك احنا بازار يعني. بكام التمثال ده؟ حضرتك عشان خاطرك وعشان العدسة اللي في ايدك دي يعني ب100 جنيه. ايه؟ 100 جنيه؟ اي ما ينفعش ب10 جنيه؟ حضرتك حتى منه اساسا يعني ما ينفعش خالص. لو حبيت حضرتك احلف لك كمان اقول لك لا والف لا. لو تحب حضرتك تفاصل في الالف لا دي تخليهم مثلا 750 لا ولا لا 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 خليهولك. ايه الزبون الغامض ده؟ لا رمزي الحمد لله مشي، مش عايزين نبيع. ونظراته كده عجيبه، انا خدت بالك؟ اه قاعد يبص لي كده كده. بقول لك ايه، شيل التمثال ده من على الواجهه كده، حط لي اي تمثال رخيص وظبط لي بقى، ظبط لي حته. اشتغل اشتغل عشان نجذب زباين يعني. نجذب عليهم. اه اشتغل اشتغل دولا. ايه الحق الزبون المسرف، بص نسي ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما تلحقوا يلا. شوف كده يمكن فلوس ناخدها ولا حاجه ونقفل المصاحبه بقى ونصرف. ايه ده دول؟ دولا دولا، هو ايه اللي في ايدك ده دول؟ ها؟ لو قلت لك يا رمزي ما تجريش. انا ايه اللي هيخليك؟ ايه دي؟ يعني تقدر تمسك نفسك وتستحمل الصدمه وما تتحركش خالص، وممكن تاخد دي مثلا وتحضنها. ايوه يا دولا قول لي ايه هي دي؟ دي قنبلة يا رمزي، قنبلة رمزي. ولا رمزي رمزي، طب اجري يلا اتحرك يلا، اعمل اي حاجة تبين ان انت لسه عايش. رمزي خد، طب امسك دي، طب بص العب في رمزي رمزي. ايه دي بقى؟ قلت لي ايه؟ بقول لك قنبله. يا راجل خضتني يا دوله.